ولإلقاء ضوء أكثر على تداعيات ما بعد محادثات أستانا 5، نرحب بالأستاذ سامر خلاوي، إعلامي سوري. أهلا بك أستاذ سامر. يعني بعد النتائج التي وصلت لها محادثات أستانا، هل يعول على أي تغييرات في جولات أخرى، خاصة الحديث الذي يدور مؤخرا عن أن إيران ستستضيف اجتماعات قريبة بين المعارضة والنظام؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله. يعني في الحقيقة لم نتأمل شيء من أستانا 1 حتى نتأمل شيء من أستانا 5، ولكن المفارقة الآن أنه لم يخرجوا بأي اتفاق، وكان هناك خلافات واضحة ما بين ما يسمى في الدول الراعية. والملفت أيضا أن إيران، أن هذه الاجتماعات الأستانا أنها هي لتنفيذ أجندات روسية إيرانية أسدية. المتابع لتلك الاجتماعات يلحظ أن هناك إنجازات لصالح النظام ولصالح روسيا، من أهمها أن إيران وروسيا الدول المحتلة والمجرمة بحق الشعب السوري أصبحوا دول شرعية في سوريا، والأكثر من ذلك أنه أصبحوا من الدول الضامنة لخفض الصعيد، وهما أس البلاء. فهذا من جانب. من جانب آخر، على ما يبدو الآن أن الفصائل التي يعني اتضح بعض مواقفها، فكنا نتابع عندما يحين موعد اجتماع الأستانا يكون هناك خلافات، يقولوا أننا نطالب ببعض الوعود، ثم بعد ذلك يذهبوا، بعد ذلك يهددوا بعدم التوقيع وإلى آخر هذه الأسطوانة. نتذكر أن محمد علوش أكثر من مرة يقول لم تحقق الأستانا أي شيء، كنا نحمل بأكياس من الوعود لم يتم تنفيذ أي شيء منها. في كل اجتماع للأستانا يتم خسارة منطقة أو مدينة من المدن السورية. فالآن الخطر والخوف هو على حي جوبر وعلى درعا بشكل رئيس. ما لفت الانتباه أيضا أن إيران رفضت إدخال المنطقة الجنوبية ضمن عملية التفاهم، ولا نخفي سرا أن تركيا أيضا لم توافق على بعض المطالب، وهم بالمقابل لم يطالبوا على مطلب تركيا في الدخول إلى عقل. بما تتحدث عنه أستاذ سامر، يعني في أعقاب اجتماع أستانا وما لم ينتج عنه، هل يفهم أن الغاية من هذه المحادثات ككل تقسيم نفوذ، أو كما يشاع فعلا كان هناك إيجاد أو سعي لإيجاد مناطق آمنة؟ يا سيدتي، أي تلك منطقة آمنة؟ يعني ليعطني أي مشارك بأي إنجاز تم تحقيقه بالأستانا. مع الأسف الشديد أن هناك كثير من المطالب في جنيف يتم ترحيلها إلى الأستانا. عندما يحضر اجتماع الأستانا لا يتم تحقيق أي شيء. وعلى سبيل المثال إطلاق سراح المعتقلين، قرار مجلس الأمن 2254 نص في الفقرة 11 والثانية عشر والثالثة عشر على إطلاق سراح المعتقلين ووقف القصف وفك الحصار. هذا يجب أن يتم في بداية المفاوضات، يعني منذ أكثر من سنة ونصف كان المفترض أن يتم ذلك. ما الذي حصل في اجتماعات جنيف؟ تم إحالة هذا الملف بموافقة دمستورة إلى الأستانا. منذ يومين ماذا صرح بشار الجعفري عندما تم طرح هذا الملف الهام والحساس لتنفيذه؟ طرح الجعفري موضوعا آخر، قال علينا أن نتخلص من الألغام بالأول، بعد ذلك نتحدث. يعني انظر إلى أي مدى هذا التلاعب، مما أدى بإيران إلى تأجيل هذا الملف للاجتماع القادم. والأخطر من ذلك كما تفضلت أن الاجتماع القادم سيكون في إيران. هل ممكن أن يكون ذلك مقبولا؟ إيران شريكة باحتلال سوريا وشريكة بسفك الدم الشعب السوري وشريكة المجرم بشار الأسد في تلك الجرائم، هل هذا مقبول؟ كيف يمكن أن يكون ذلك مقبولا؟ وبالمقابل لم نجد أي إنجاز، فقط الإنجاز كما تابعنا في الجبهة الجنوبية عندما طالبت بوقف القصف مدة 7 أيام، بعد ذلك وافقت روسيا على 5 أيام ولكنهم لم يشاركوا. والمفارقة العجيبة أنه قبل الاجتماع مسموح القصف وبعد الاجتماع مسموح القصف، وروسيا هي الحكم والخصم ولا يوجد طرف آخر محايد وضامن حقيقي. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ سامر خلاوي، الإعلامي السوري، كنت معنا في حصاد الأسبوع.